لنجم نادي الزمالك النجم الاعلامي الكابتن حازم امام. كابتن حازم الف مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، الله يبارك لك حياتك كابتن سيف. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ وحشنا والله. تمام. متعلق انت اهو. عامل ايه؟ حازم طبعا يعني انتوا كنتوا في انتظار الخبر، الناس كلها فرحانه فرحه كبيره جدا، ابتدى شايفين المجلس كله النهارده بيصرح تصريحات، واضح ان انتوا يعني في ملفات كتيره جاهزين لها، في شغل كتير، الكلام ده مظبوط ولا ايه؟ والله يا سيف انا اول واحد اتكلم معاه انت، يعني انا تليفوني من الصبح ما اقترحش باي حاجه، لان لازم اشوف النادي الاول جوه النادي اخباره الدنيا، برضه احنا بقالنا سنه وثلاث اربع شهور بره النادي، و يعني انا مش عايز اصرح حاجه غير لما اشوف الدنيا عامله ازاي جوه النادي ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، وخلينا نهدى شويه، وانا عن نفسي يعني مش عايز اصرح بحاجات صعبه جدا غير لما اشوف الارض الواقع، ونقعد نتكلم مع المجلس ونقعد نشوف احوال النادي. اكيد الظروف صعبه وكله بيسعى يعني، بس الميزه اللي عندنا ان احنا مجلس منتخب، فالمجلس المنتخب زي ما انت قلت في المقدمه بيبقى ليه صلاحيات اكتر، بيبقى ليه قوه اكبر، بيبقى ليه نبض الناس بالنسبه له بتبقى اكثر استقرارا ان انت قاعد ومنتخب، فبالتالي تقدر تاخد قراراتك، مش لازم كل حاجه تستنى الجهه الاداريه تقول لك تعمل ايه وتاخد رايها انك تعمل مشروع او تعمل اي حاجه جوه النادي، فبالتالي الناس اللي عندها مصداقيه في المجلس شويه تعرف تدخل فيه بعض الاستثمارات لو ان شاء الله في استثمارات يعني، وده بس يعني. فانا اتمنى ان احنا نهدى كده ونشوف الدنيا فيها ايه على ارض الواقع، ويعني الدنيا تمشي ان شاء الله يعني. حاسم بمنتهى الصراحة جمهور نادي الزمالك كله يعني بيحط على كتافك حمل تقيل قوي ومستني رجعتك انت بالذات، وبيقول ان حازم هو يعني اقرب واحد للملعب، اقرب واحد للعيبة، فايل اللعيبة ده هو هيحسمهم في مشاكل كتير، الكلام ده يعني هل انت مستعد للعودة؟ شايف النادي الزمالك فعلا محتاج مجهود في حتة اللعيبة دي، محتاج تنسيق؟ كان الاستاذ ممدوح عباس ليه تصريح بيقول ان هو يعني هيعيد تقييم اللعيبة اللي موجودين. بص يعني هقول لك حاجه، الموضوع ده لو انت معاك مدرب اجنبي اقول لك اه مثلا حازم ممكن يبقى ليه دور، كابتن ابراهيم يوسف ليه دور كبير يعني، هيجي لنا ادوار، ولكن ادوار هتبقى محدده في اطار ان في مدير فني عظيم زي كابتن حسن شحاته مع جهاز طبعا محترم كابتن اسماعيل وكابتن اسامه، فبالتالي انت يعني لو بالنسبه لنا احنا الموضوع هيبقى اشرافي اكتر منه ان انت تتدخل، لان انت معاك واحد ما تقدرش تقول له يعني اتكلم في كويس زي معايا يعني. فهي النظريه انا شايف ان هي الموضوع بس نقرب وجهات النظر ونقعد مع بعض ونشوف الكابتن او الجهاز محتاج ايه، ونحاول ان احنا ندعمه باللي نقدر ندعمه بيه ان شاء الله، لو في وجهات نظر نتكلم فيها، ان احنا كلنا لعيبه كوره، وطبعا هو كابتننا الكابتن حسن، فبالتالي هتبقى وجهات نظر قريبه، وكلنا لعبنا وكلنا عارفين النادي ازاي وكلنا بنحب النادي، فهنعرف نوصل لمرحله معينه. انا لعبت لسه مبطل كوره بقالي 3 سنين، واللعيبه كلهم اصدقائي، ولكن خلينا نتعامل مع يعني من خلال ان كابتن حسن هو دايما يطلع لنا التوصيات، ان كابتن اسماعيل هو يوصلنا يطلع لنا التوصيات، واحنا نتعامل مع هذا المنطلق يعني، لكن لن نتدخل جوه الفرقه او لن لا مش هروح اقعد مع لعيب لوحده من غير ما كابتن، لازم هيبقى كله من خلال الجهاز الفني المتواجد المحترم اللي انا شايف انه هيسهل علينا احنا حاجات كتير جدا جدا. فهي منظومه ان شاء الله يعني يبقى فيها يعني، انا حاسس ان مواد عودتنا هيبقى فيها نوعا ما دفعه معنويه للناس كلها الزمالكاويه تقفها، دي حاجه انا حسيتها لما رجعنا دلوقتي، ان الزمالكاويه كلهم عايزين النادي يبقى كويس، بغض النظر مين المجلس المنتخب محمد او عبد السلام او حسين مش مهم، ولكن عايزين النادي يبقى كويس، عايزين النادي يبقى مستقر، فدي حاجه مهمه ان احنا كلنا نتجابر يعني. انا قريت تصريح الاستاذ مرتضى منصور بيتمنى التوفيق للاستاذ ممدوح عباس، ودي انا عمري ما شفتها قبل كده في ال7 سنين اللي فاتوا، فان التصريح ينزل بهذا الشكل يدل ان يعني مصر اتغيرت والنادي الزمالك اتغير ان شاء الله، ان يعني اللي كانوا اعداء الامس او منافسين الامس دلوقتي بيتمنوا التوفيق لبعض، فدي حاجه نتمنى انها ان شاء الله تصب في صالح نادي الزمالك باذن الله يعني. حازم في 3 ملفات دلوقتي جاهزين معاك، انت حافظهم عارفهم، يعني المفروض ان انت يعني عارف هتعمل فيهم ايه، لان انت عارف القضيه بقالك فتره، عمرو زكي، حازم امام، حازم امام، ياسين حسين ياسر المحمدي. بص انا ليا راي ووجهه نظر وقلتها في برنامج كتير على هذا على الملف ده، ولكن انا في منظومه فيها مجلس اداره وفيها فيها جهاز فني، اللي هقوله في المجلس ان انا وجهه نظري كذا 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 مع مع جهاز الكوره، وهنتكلم وفي رئيس نادي نتكلم معاه ونشوف سيف هنوصل لايه، احنا في الامر تشاوري في الاخر والمصلحه العامه بتغوب، ولكن انا ليا قرار، انا ليا راي شخصي، كابتن حسن اكيد ليه قرار فني، هو الجهاز الفني رئيس النادي واعضاء المنتخب معانا ليهم رايهم كمان، هنتكلم ونوصل لحل
بس انا اعتقد هيبقى حل ان شاء الله، نحاول نستفيد منه كنادي الزمالك، والجمهور نفسه يبقى مبسوط بيه ان شاء الله. يعني اتمنى ان احنا نتدارك اخطاء الماضي اللي احنا عندنا سنه تقريبا في المجلس، خلينا اخطاء اكيد. فانا عن نفسي احاول انا اتدارك اخطاء كنت عملتها او وقعنا فيها ممكن بسبب احنا ما كنتش فاهم، يعني اخطانا. فبالتالي لازم نحاول نتدارك الاخطاء ونشوف مصلحه نادي الزمالك. دلوقتي انت بتتكلم على فكره مع ناس كمان، احنا لما جينا الانتخابات ما كانش قامت ثوره في مصر، الفكر اتغير في السنه دي يا سيف بطريقه كبيره جدا. القبول الشعبي والمستوى الشعبي الجماهيري بقى حاجه مهمه جدا في نادي الزمالك وفي مصر بشكل عام. فبالتالي انت ما ينفعش تسلخ نفسك عن الناس وعن الشارع، لازم تسمع ليهم كتير وتسمع وجهه نظرهم عشان تقدر تبقى ناس تقدرك وتحس ان انت بتقود حاجه هم بيحبوها ويبقوا هم دايما ممتنين ليك يعني. فبالتالي ما ينفعش تنفصل انت بجهاز ومجلس عن جماهير بتجيلك كل يوم الماتش او جيلك كل اسبوع الماتش، لازم تبقى دايما في تواصل. فما اقدرش اقول لك قرار دلوقتي، لكن لازم اقعد مع الكابتن حسن انا وكابتن ابراهيم يوسف طبعا بصفتنا طبعا كابتن ابراهيم طبعا كابتن مصر والزمالك، اكيد هيبقى احلى لينا الكوره اكتر نوعا ما شويه مع الكابتن حسن ونوصل لحل زي ما قلت لك هيرضي ان شاء الله الزمالك ويرضي الجماهير باذن الله. حازم اخر سؤال بمنتهى الصراحه، كل لعيبه الزمالك مستنيه استاذ ممدوح عباس يرجع يفتح الخزنه ويطلع الملايين ويدي لهم ملايين، الكلام ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ دي بحث في استاذ ممدوح عباس، بس انا اقول لك حاجه، هو راجل راجع عنده طموح كبير جدا، عايز يعمل حاجات كبيره جدا. ما اقدرش اقول لك هيدفع، لا دي حبي فلوس، وانا ما اقدرش يعني افرض عليه حاجه هو ما اعرفش يعملها ولا، ولكن هو نادي الزمالك ان شاء الله هيخش له فلوس الفتره القادمه بشكل كويس، بشكل ان شاء الله يبقى فيه ما فيش مشاكل ماديه. ده وهنحاول ان احنا نوجد بعض الحاجات برضه ان شاء الله، كل واحد فينا كده في حاجه في دماغه هنحطها على ورق قدامنا ونحاول ان احنا نبتدي نطلع حاجه تجيب لنا فلوس ان شاء الله، نحاول نعمل بعض الحاجات اللي احنا كنا المفروض نعملها من زمان، وكنا دايما يعني حطينا نفسنا كنا في مشاكل كانت بتاخدنا من بعض الحاجات تنفع نادي الزمالك بشكل كبير. فانا شايف استاذ ممدوح عباس عنده عايز يعمل حاجه، يعني انا زي ما كنت بتكلم معاك قبل الحلقه، هو يعني من اسبوعين كلمنا عشان نشوف ماتش في ايطاليا او فرقه من ايطاليا، يعني انا حسيت ان هو راجل عايز ينزل او عايز يجي تاني بشكل جديد، عايز يعمل حاجه كويسه لنادي الزمالك، فبنشوف يعني انا ان شاء الله يبقى خير باذن الله. حازم الملف بتاع المئويه كده اتقفل ولا فعلا في يعني لقاء مع اليوفي وفي فرق من ايطاليا وفي يعني حاجات هتحضروها الجمهور نادي الزمالك؟ بص عايز اقول لك حاجه في الموضوع ده، يعني انا سمعت، انا يعني انا في ايطاليا بقى لي اربع ايام بقرا حاجات في مصر ان الزمالك هيلاعب اليوفنتوس وخلاص، يعني انا اتمنى من اللي بيصرح هذه التصريحات بس ان هو يتعقد شويه، لان ما فيش حاجه انا يعني يا استاذ ممدوح قال الكلام ده من اسبوعين، انا بتكلم هنا مع ناس مع نجم هنا كبير يعني لعب في هذا النادي قبل كده، راجل قال لي ما فيش مانع بالنسبه ليوفي، ما عندهمش اي مانع. الو معاك حازم اتفضل. ولكن احنا لازم نبعت من نادي الزمالك خطاب رسمي من نادي الزمالك، لان الكلام شافوي انا ما كنتش مجلس اداره ولا استاذ ممدوح كان مجلس اداره، كان كل الكلام شافوي. فلسه لما هرجع ان شاء الله هجيب الكلام اللي انا اخذته من هذا النجم اللي هنا في ايطاليا وهديهم للنادي ونشوف، لكن هم مبدئيا ككلام برضو كلام، عشان ده برضو هو مش مسؤول في النادي، هو كان لعيب كبير في النادي اليوفي وكان في الانتر برضو، قال الانتر برضو ما عندوش مانع اليوفنتوس او الانتر. فهرجع اقول الكلام ده لمجلس الاداره وهنعمل اشوف بقى هم هيوافقوا على هذا الكلام، وهبعت لهم ورق من النادي بختم النادي ونشوف رد الفعل هيبقى ايه. ده الواقع الطبيعي، لكن لا احنا اتفقنا ولا الزمالك هيلعب خلاص ولا في يناير، ولسه ما اتكلمناش في اي حاجه لسه في هذا الكلام يا سيف. تمام. انت حازم راجع بالسلامه امتى؟ راجع الخميس ان شاء الله بعد بكره باذن الله. طب خد حاجه للبرد بقى. لا انا في صوتي عامل ولا ايه؟ الجو تلج هنا. خد عجل الكحه. الحقيقه حازم يعني انا بشكرك جدا، طبعا انا فرحان لان انا عارف ان عندك سيستم مبدا ان انت دايما بتحب تناقش الحاجه على الترابيزه، يعني انا بحاول اجيب منك اخبار، بس احنا برضو في الاخر سعداء جدا بوصول. والله قلت لك انا اصلا ما عنديش اخبار لان انا لسه ما نزلتش مصر. لا بالعكس، انا عايز اقول لك ان انا محترم جدا الحته دي. ما قعدناش والله، عارف والله ما قعدناش لسه، مع يعني انا لسه ما شفتش مهندس رؤوف جاتس ولا كابتن ابراهيم ولا صبري سؤال ولا صبري سراج ولا
هاني العتال ولا احمد جمال ما قعدناش مع بعض، فما اقدرش اقول لك احنا هنعمل ايه دلوقتي. يعني احنا اعتقد على يوم الجمعه هنتقابل اكيد في نادي الزمالك ونشوف الدنيا مش ازاي ان شاء الله باذن الله. شكرا الكابتن حازم الامام والاعلامي وعضو مجلس اداره نادي الزمالك. الحقيقه الراجل يعني انا على قد ما سالناه وجاوب انا مبسوط جدا بصراحه، لان معظم اجابات حازم احنا مجموعه هنقعد هنشتغل في اوضه مغلقه هنقرر. حتى ملف الكره اللي كل الناس بتقول ان حازم امام هيكون ليه في راي جامد هيخش هيتكلم مع اللعيبه، الراجل برضه بيقول لا احنا مجموعه هنقعد هناخد راي بعض والاغلبيه هي اللي يعني قرارها هيتنفذ، وهو ده سر نجاح النادي الاهلي. وواضح النادي الزمالك راجعين بروح تانية. كلام الكابتن حازم امام ان اتعلمنا من دروس الماضي. كلام الكابتن حازم امام بيشكر المستشار مرتضى منصور على مبادره الصلح، بيقول واضح ان احنا راجعين للزمن يعني الفن الجميل زي ما بيقولوا. الحقيقه شعور طيب جدا وعلاقه كويسه جدا وحاجه سعداء ومبسوطين ان احنا بنشوف الروح، مش بس قضيه بتنتهي وحكم ان رئيس بيرجع او رئيس بيروح او مجلس بيرجع او مجلس بيروح، لا ده مجلس بيرجع والروح نفسها بترجع لنادي الزمالك. هنكمل برضو افراحنا مع نادي الزمالك ولكن نطلع فاصل ونرجع تاني داخل الملاعب اليوم.